اهلا بيكم. موضوع حلقتنا النهارده موضوع شائع جدا ومنتشر جدا وتقريبا موجود في كل بيت، لكن تأثيره على قوة عظامنا للأسف سيء جدا. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن الاسترس وعلاقته بقوة العظام. هل الاسترس ليه علاقة بزيادة نسبة حدوث الكسور؟ هل الاسترس ليه علاقة بحدوث هشاشة العظام؟ وإيه أنواع الاسترس؟ وإيه أيهما أخطر على قوة عظامنا؟ هنجاوب على كل الأسئلة دي إن شاء الله في حلقتنا النهاردة. نتابع. أهلا بيكم. في هرمون في جسمنا، الهرمون ده هو المسؤول عن ربط العلاقة ما بين الاسترس وبين قوة العظام، هرمون الكورتيزول أو الاسترس هرمون. ده بيتكون من مادة الكوليسترول داخل الجسم في غدة اسمها الغدة الكظرية. هل هرمون الكورتيزول ليه فوائد؟ ليه فوائد إيجابية. أول ما بتصحى من النوم الصبح هرمون الكورتيزول بيفرز عشان جسمك يحس بنشاط تقدر تكمل بيه يومك. لو لعبت رياضة هرمون الكورتيزول بيفرز عشان المجهود المبذول جسمك يتكيف عليه. كل الضغوطات اليومية اللي بنحس بيها على مدار اليوم هرمون الكورتيزول بيساعدنا ويحمي جسمنا من أي مضاعفات. في فايدة مهمة جدا، حاجة اسمها الفلايت اند فايت، يعني الكر والفر. لو انت بتجري من حاجة وبتجري بسرعة وبذلت مجهود شديد فجائي هرمون الكورتيزول بيفرز عشان يحمي جسمك من أي مضاعفات داخلية. كل الفوائد الجميلة دي لهرمون الكورتيزول لما يكون نسبته في الجسم طبيعية وحجم الاسترس طبيعي. طيب لو الاسترس زاد تعرف ازاي ان انت عندك استرس؟ اول حاجة بتحس بإجهاد عام، جسمك تعبان مش قادر تبذل مجهود، احيانا بيجيلك صداع او دوخة، في شد عضلي في جسمك كله وألم في كل عضلات جسمك، او احيانا تنميل في الاطراف، في مشاكل بسيطة بالمعدة، عسر هضم بسيط، احيانا اسهال، احيانا امساك، احيانا حرقان بالمعدة، ممكن تجد في عندك الام بسيطة في الصدر بتروح وتيجي، وضربات قلبك بتكون سريعة بدون مجهود، واحيانا بتحس بان قدرتك الجنسية قلت. لو عندك اي عرض من الاعراض اللي ذكرناها اعرف ان انت عندك استرس، لازم تعرف سببه ولازم تعالجه بسرعة. طيب الاسترس لما بيزيد وبيستمر معانا فترة طويلة بيدخلنا في استرس مزمن او كرونيك استرس، بيعمل ايه في جسمنا؟ في عندنا مجموعة من الجسيمات الكترونية بسيطة خالص داخل الجسم بنسميها الفري راديكلز او الجذور الحرة. دي بتطلع ازاي؟ تطلع كناتج عن عمليات الميتابوليزم او الايد او البناء والهدم اللي بتحصل في جسمنا على مدار ال 24 ساعة. طب جسمنا بيتعامل مع الفري راديكال دي ازاي؟ يتخلص منها بسرعة. لكن لو الاسترس عندك عالي والكورتيزول عندك عالي، الفري راديكال هتتجمع بنسب كبيرة جدا جوه الجسم وجسمك مش هيقدر يتخلص منها. هنخش في حاجة اسمها اوكسيداتيف ستريس او اكسدة لخلايا الجسم. اي خلية في الجسم لو حصل لها اكسدة بيحصل فيها تلات حاجات: وظيفتها بتقل، حجمها بيقل، خلية بتموت، تبتدي تحدث امراض. طيب الاسترس لو زاد يعمل ايه في عظامنا؟ ودي اهم حاجة عايزين نقولها في حلقتنا النهاردة. الاسترس بيسبب تلات حاجات في منتهى الخطورة. اول حاجة بيحفز عمل الخلايا المسؤولة عن هدم العظام، فهدم العظام وتكسير العظام بيزيد، تكون النتيجة نسبة حدوث الكسور بتزيد، نسبة حدوث الهشاشة بتزيد. تاني حاجة الاسترس لما بيزيد هرمون الكورتيزول بيزيد، يمنع دخول الكالسيوم العظام، والكالسيوم ده يعتبر الوحدة الأساسية لبناء كتلة عظام قوية. هتكون النتيجة العظام هتضعف، نسبة حدوث الكسور هتزيد، نسبة حدوث الهشاشة هتزيد. طيب تالت حاجة هرمون الكورتيزول لما بيعلى بيثبط عمل الخلايا المسؤولة عن بناء عظام جديدة، هتكون النتيجة العظام هتتحول لعظام ضعيفة، ونسبة حدوث الكسور هتزيد، ونسبة حدوث الهشاشة برضو هتزيد. شوف حجم الاسترس لو زاد في جسمك ممكن يسبب ضرر قد ايه على قوة عظامك. طب ايه هي انواع الاسترس؟ في عندنا نوعين هتتكلم عليهم: فيزيكال ستريس
او اجهاد بدني جسدي، ومنتال ستريس او اجهاد عقلي او ذهني. طب هل في فرق بينهم من ناحيه الضرر اللي واقع على العظام؟ كل الدراسات الحديثه اللي اتعملت عشان تربط العلاقه ما بين الاسترس وما بين قوه العظام وجدت ان النوعين دول ليهم نفس الضرر على قوه العظام. طب الفيزيكال ستريس ايه اسبابه؟ اول سبب السقوط الكتير، بمعنى واحد ينزل يروح مشوار يقع، نازل تلعب رياضه تتصاب. عشان كده نجد ان نسبه الاسترس في كبار السن عاليه، او السقوط عندهم نسبته عاليه. طب تاني سبب التغذيه الخاطئه، بمعنى معظم اكلك بيتكون من مجموعه من الاطعمه بنسميها انفلاماتوري فودز، يعني ايه؟ الاطعمه اللي بتزود الالتهاب بالجسم، واحنا نحطهم في مثلث هنسميه مثلث الخطر. السكر والدقيق او الطحين الابيض والزيوت المهدرجه او الزيوت النباتيه، اخطر ثلاث انواع بيزودوا الالتهاب داخل الجسم. طيب ثالث سبب بيعمل فيزيكال ستريس ايه هو؟ بتمارس رياضه عنيفه بشكل مستمر. الرياضه العنيفه بشكل مستمر بدون راحه بتؤدي الى زياده الفيزيكال ستريس نتيجه زياده هرمون الكورتيزول. فلو بتلعب اي نوع من انواع الرياضات العنيفه لازم تدي جسمك راحه علشان تتخلص من اي فيزيكال ستريس موجود. طب المينتال ستريس ايه اسبابه؟ عندك ضغط مادي، عندك ضغط اسري، عندك ضغط اجتماعي، اي نوع من انواع الضغط ده بيؤدي في النهايه لكثره التفكير، مخك يفضل شغال 24 ساعه بدون توقف، هيدخلك في مينتال ستريس. في دراسه اتعملت واتنشرت في مجله علم الاوبئه والصحه العامه الامريكيه بتاريخ يوليو 2022. الدراسه دي مدتها 6 سنوات، اتعملت على 11,000 سيده في مرحله ما بعد انقطاع الدوره الشهريه. الدراسه الغرض منها ربط قوه العظام وكثافه العظام بحجم الاسترس اللي بيتعرض له المريض. ابتدوا الدراسه بانهم وزعوا كوتشينير او مجموعه اسئله بسيطه على المشاركين في الدراسه، وكل مشارك بيكتب ايه هو حجم الاسترس اللي بيتعرض له. وبعد 6 سنوات رجعوا تاني قاسوا كثافه المعادن في العظام عند المرضى المشاركين، وجدوا ان كثافه المعادن في العظام قلت بنسبه كبيره جدا. مش ممكن نخلص الحلقه بتاعتنا الا ما نديك تيبس بسيطه ازاي تعالج الاسترس. عشان نعالج الاسترس عندنا 4 محاور مهمين جدا. اول محور واهمهم الرياضه، وبالذات رياضه المقاومه الريزيستنت اكسرسايز، تاثيرها فعال جدا على تخلص الجسم من الاسترس. تاني محور التغذيه السليمه الصحيه، لازم تبتعد تماما عن كل الاطعمه اللي بتسبب زياده في الالتهاب اللي هو مثلث الخطر اللي احنا ذكرناه من شويه. تالت حاجه كفاءه نومك، لازم تحافظ على نومك، ولازم تحافظ على عدد ساعات كافيه من النوم، عشان النوم من اهم الوسائل اللي بتخلص الجسم من الاسترس. طيب رابع حاجه، لازم تختار اي حاجه تعملها تدخل السرور على نفسك. تعمل حاجه بتحبها، اتفرج على حاجه بتحبها، كلم شخص بتحبه، انجز اي شيء عايز تعمله، لان ده بيزود هرمون السيروتونين في الجسم، وده بيعمل راحه تامه للمخ وبيقضي على اي منتال ستريس. اخر حاجه ولازم نذكرها الادويه، والادويه عندنا نوعين، في عندنا ادويه مكملات طبيعيه وفي عندنا ادويه كيميائيه. المكملات الطبيعيه انواعها كتير جدا، هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف، والادويه اللي هي الكيميائيه ليها طبعا انواع كتير، اللي هي مضادات القلق، مضادات الاكتئاب، والادويه اللي بتساعد على النوم. لكن في كلتا الحالتين سواء هتستعمل مكمل غذائي طبيعي او هتستعمل دواء كيميائي، تستعملش اي حاجه الا بعد استشاره الطبيب وتحت رعايه طبيه دقيقه، تجنبا لحدوث اي مضاعفات جانبيه. الرساله اللي عايزين نوصلها، حاول بقدر الامكان ان انت تتجنب الاسترس، ولو عندك استرس حاول بقدر الامكان تعالجه بسرعه تجنبا لاي مضاعفات مستقبليه. ونراكم دائما على خير، نتابع